هل يعول اليوم على أي حراك عربي أو أي قمة عربية قد تعقد هنا أو هناك؟ يعني أنا بعتقد إذا حضر لها جيدا وإذا كانت الإرادة المصرية والإرادة العربية بالدول الوازنة قد قررت بالمعنى الاستنتاج النهائي أن هذه لحظة تاريخية حاسمة في تاريخ هذا الصراع، ولحظة تاريخية حاسمة في مسار الأحداث والتحولات العالمية في ظل ما يحدث من استقطاب عالمي كبير الآن، وفي ظل تراجع الهيمنة الأمريكية، وأن العرب بإمكانهم أن يقودوا مسارا مختلفا في طريقة التحالفات العالمية والدولية. هذا مهم وضروري، ويمكن أن يؤسس لمرحلة مختلفة تماما لهذه المنطقة تقودها مصر بإرادتها وجيشها وسياستها الحكيمة، وخلفها ذلك العالم العربي الذي يحتاج إلى تلك الحاضنة وتلك القوة بكل معانيها وتجلياتها الآن. وهذا ما يجب أن يحدث عبر القضية المركزية للأمة العربية، قضية الشعب الفلسطيني، القضية العادلة. نعم، أنا أقول بشكل واضح هناك مفارقة الآن في مسار الأحداث والتطورات، هناك إرادة عربية تجسدت من خلال تلك المواقف التي تمثلت بالمواقف يعني المصرية، وهذه الجرأة المصرية في الدعوة في ظل وفي خضم هذه المعركة يعني إلى هذه القمة، ليس فقط هي إقليمية ولكن في هناك دعوة لأطراف دولية، فرنسا، ألمانيا، كل الدول التي يمكن تدخل على مسارح الأحداث الآن العالمية والتي لها تأثير على واقع هذه الأزمة بكل نعم، تجلياتها هي دخلت وتفاصيلها. بالفعل، حتى وإن كانت يعني على سبيل المثال بريطانيا وأمريكا تقول بأن ما أدخلته من بوارج ومن مساعدات وصفت ذلك بأنه مراقبة للتصعيد أو تخفيف من وطأة التصعيد أو لمراقبة الوضع في تخوم هذا الاشتباكات. يعني على من يكذبون هؤلاء، وكيف ينطلي مثل هكذا تصريحات على يعني على هو العقول العالم عليهم؟ لا ينطلي على أحد، وأنا بتقدير ما سمعوه وما رأوه من المنطقة والتحضيرات في المنطقة سياسيا وعمليا وميدانيا وعلى مستوى كل الجيوش، هذا دليل على أننا أمام مرحلة حاسمة ومواقف جدية، وأن بتقدير المنطقة لن تقبل للولايات المتحدة ولإسرائيل أن تستفرد في قطاع غزة، لأن ذلك سيعود بكثير من ردود الأفعال يعني الجماهيرية والشعبية، ولن تقبل قادة المنطقة وزعمائها، وشهدناهم جميعا الآن وفي كثير من المواقف من الأردن والسعودية والجزائر ومصر في الكثير من المواقف الدولية، وآخر هذه القضية أنهم الآن يعني يأخذون مسارات مختلفة. السعودية يعني تصالحت مصالحة تاريخية مع إيران وأوقفت ذلك الصرع الأمريكي في تحجيم روسيا وفي موضوع العقوبات والنفط وسياسات الدولار وغير ذلك. هذا كله دليل على أننا أمام مرحلة مختلفة وأمام يعني انطلاقة جديدة لهذه الأمة عبر القاهرة، عبر مصر العظيمة أم العروبة التي يمكن لها أن تحدث تاركا في مسار هذا النزاع. نعم، ولكن دعني أقول هذا يجب أن لا ينتظر كثيرا، يجب أن نفرض حلا إنسانيا عادلا لأهلنا في قطاع غزة، ويجب أن يكون في هناك لغة مختلفة من أجل وقف إطلاق النار وإجبال أمريكا وحلفائها وإسرائيل على وقف إطلاق النار بشكل عاجل وحاسم وفورا ودون قيد أو شرط. أشكرك جزيل الشكر. شكرا أشرف عكا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حدثني من رام الله. شكرا جزيلا لك.